السيدة منار سليم زوجة الشهيد البطل أحمد المنسي. أهلا أستاذة منار. أستاذ عمرو أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب ومصر كلها دايما يا رب بخير وطيبة. سعيد أني بسمع صوتك ولينا الشرف أن احنا يعني بنتكلم معاك وبنطمن عليك. طمنينا عليك. الله يخليك، أنا كويسة بيكو، أنا حلوة، أنا كويسة بمصر وبالشعب المصري الحمد لله. انطباعك ايه عن المسلسل؟ انطباعك ايه عن اكيد هذه الاحتفالية كمان اللي معمولة في المجتمع المصري كلها للشهيد المنسي؟ اكيد سعيدة انت بيه. طبعا فاسمح لي انا اخد كلمة حضرتك استعيرها، حضرتك لسه قايل هذه الايام بتحمل احساس الفخر والعزة والكرامة والكبرياء والسعادة وكل المشاعر الحلوة اللي في الدنيا. فعلا فعلا أنا حاسة بكده دلوقتي. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا بكيت كتير قوي، أو ممكن أنا بتكلم يعني باسم، يعني اسمح لي أتكلم باسم أهالي الشهداء كلهم طبعا، لأن الحال بعضه إحنا بكينا كتير قوي قوي. أنا الأوان بقى أن إحنا نفرح ونفرح ببلدنا ونفرح برب الجميل ونفرح بسيرة شهدائنا وبجيشنا وإنجازاتهم العظيمة دي، فالحمد لله بجد الحمد لله. حضرتك لما بتتفرج على المسلسل هل حاسة أنه قريب من شخصية البطل؟ طبعا مهما جسدنا ومهما عملنا مش هيجي قد عظمته وبطولته، ولكن حاسة بإيه وانت قاعدة بتتفرج؟ بتبقي حاسة بإيه؟ الحمد لله طبعا طبعا. لا 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 بجد حلو قوي قوي طبعا، كل الحاجات قريبة جدا جدا. أنا عايز أقول لحضرتك يعني أنا حاسة أن مشية أحمد، لأن حتى والله كان أمير حريص حتى المشية إزاي. طبعا كل إنسان في الدنيا ربنا خلق له شخصية وخلق له صفات غير التاني، وأحمد ما كانش مشهور أو له فيديوهات أو كده عشان حد يعرف يقلده. فطبعا هو أمير خد من أصدقاء أحمد فقرب كتير جدا جدا. الهدف بقى الأسمى من ده كله إن إحنا عايزين نوصل الشخصية، كمان الشخصية نفسها كانت بتعمل إيه، كانت بتتصرف إزاي، الشخصية اللي ربنا في الآخر اختارها للتكريم العظيم ده وهو الشهادة، وإن سيرته تبقى مخلدة كده الحمد لله عبر التاريخ. الشخصية دي كانت بتعمل إيه علشان الأجيال تستفيد، مش علشان نفسنا، مش علشان احنا نقول ان هو كان كذا. هو طبعا حقه ان احنا نقول انه كان كذا وكذا وكذا، بس الفايدة الاكبر بقى او هو نفسه عمل كده علشان مصر وعلشان الاجيال الصغيرة دي تتعلم. انا والله العظيم بعد استشهاد احمد ناس كتير جدا 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 ما تعرفنيش بقت تكلمني على السوشيال ميديا او تليفونات، احنا تقولي احنا عمرنا ما شفناه بس احنا هو غير فينا حاجة، قولنا على بعض نقط كده كان بيعملها في حياته علشان نعمل زيه، قولنا على الحاجات الحلوة اللي كان بيعملها عشان لعل وعسى ربنا ينولنا نهاية كويسة. فدي كانت حاجات تسعدني جدا. حضرتك لما بتتفرج الأولاد بيقعدوا يتفرجوا معاكي؟ طبعا كل الأسرة، كل الأسرة بتقعد تتفرج، وتليفونات بقى طول ما احنا قاعدين كل القرايب والجيران والأحباب والأصدقاء بيتصل، احنا قاعدين بيجيلي كمية تعليقات كتير جدا على ان احنا قاعدين للاعاده واعاده الاعاده واعاده يعني الحمد لله. يعني انا بتهيألي مصر كلها الحمد لله يعني قاعده بتتفرج. بس يعني برضو ده بيحسسك يعني طبعا عمره ما يتعوض، الله يرحمه ويحسن اليه وان شاء الله في الجنه عمره ما يتعوض، بس برضو بيحسسك انه الراجل ده ما كانش يعني محدش نسيه هو واللي زيه، يعني هو رمز طبعاً. يعني المنسي في العمل الفني هو رمز لكل الشهداء، هو تم اختياره ليكون رمزا، ولكن طبعاً هناك شهداء كتير وأبطال كتير، فأنت أكيد حاسة أنه جوزك ما يعني البلد فاكراه وأنه هناك تكريم لكل الشهداء في شخصه يعني. طبعا ما عشان كده انا قلت لحضرتك احنا انا كويسه بيكم واحنا حلوين بيكم بالشعب المصري بمصر برد الجميل. فعلا الشعب المصري حلو قوي قوي، الشعب المصري اللي بيبان في وقت الازمات او في يعني دايما الشعب المصري مشاعره حساس، الازمات دي بتخليه فعلا بيفوق وبيتقارب جدا وبيحب بعضه وبيحب بلده. التاريخ ما بينساش، التاريخ بيذكر الحلو وبيذكر الوحش، فلو أحمد راح والحمد لله أنه هو راح بالطريقة اللي هو كان يتمناها ونال الشهادة وحقق حلمه وساب لنا إحنا حلم جميل بقى عايشين بيه وساب لنا فخر،
وساب لنا رد جميل. كل مصر ما زالت على مدار 3 سنوات اهو بترد، ومش لاحمد بس، لجميع شهداء الجيش والشرطه، لان مصر ما بتنساش ولادها خالص، وكل واحد فيهم له تكريم خاص وله اهتمام. وطبعا احمد مش احمد منسي بس، احمد الجيش المصري كله وكل شهيد فيهم والله العظيم له قصص وله حاجات احسن واحسن من اي حد تاني، كلهم احسن من بعض. اما بتتفرجي على العوضي وهو عامل هشام عشماوي بتحسي بايه؟ بكرهه. بتكرهيه؟ كلنا كارهين العوضي جدا بصراحه، يعني بيفكرني باياد نصار برضه في الممر. بس انت بس اتفضلي يا فندم. انا عايزه اقول لحضرتك طبعا طبعا ده معناه هو ممثل كويس جدا ما شاء الله عليه، يعني ناجح انه يوصل الاحساس ده للناس بالطريقه دي. بحس بقى ان يعني تعالى نشوف بقى، طب ازاي الانسان الحقيقي بقى اللي هو عشماوي نفسه كان عايش كده؟ كان انا بتخيل بقى الانسان الحقيقي هو قدر يوصل لي فكره ده كان عايش ازاي كده. الانسان الحقيقي بالفكر بتاعه بتاع ان انا ما اكلش الكحك في العيد عشان ومتاكليش العيال منه ويقعد يستنى لبعد العيد. الفكر الغريب ده بجد، التشدد الرهيب اللي هو عمره لا يمت بصلة لديننا، عمرنا ما تربينا على كده، ومصر طول عمرها بلد متدينة جدا عمرنا ما شفنا الكلام ده. الإنسان اللي يوصل بيه إن أنا واكل مع صاحبي أو صديقي في طبق واحد يمكن بقى أكتر من أخويا، وبعدها بكام سنة أدبر إن أنا أقتله أو أشوفه بيموت أو أنا بموته، يعني ده إيه؟ سيدة منار، هل انت كنت تعرفي هشام عشماوي؟ شفتيه قبل كده؟ هل المنسي جاب سيرته اي حاجة؟ كان بيجيب سيرته احيانا طبعا، لان كانت الحادثة مؤثرة وكله زعلان عليه وزعلان منه يعني، فكان بيجيب سيرته طبعا، بس كان بيبقى بتوعد يعني حضرتك عارف يعني، بس اشوفه اطوله. يا سلام. انما طبعا انا طبعا طبعا بنظرة كده فيها عايز هو عارف الصقر، عايز يصقر. والحمد لله انا متاكده ان احمد شايفنا وعارف اللي حصل وعارف ان حقه رجع وحق كل اخواته. طبعا طبعا لله. جبنا طار وطار ناس كتير تانية. طب العيال بيقولوا ايه؟ مبسوطين جدا طبعا. حمزه الحمد لله يعني مدرك وفاهم طبعا، لو في حاجه وقفت في وشه بيسال، بس مبسوط جدا جدا. حمزه عنده يعني كم سنه؟ عنده 12 سنة الحمد لله. ده راجل دلوقتي. طيب الحمد لله. الأطفال الصغيرين بقى، أنا عايز أقول لحضرتك عالية بأول حلقة في المشهد بالتحديد بتاع لما وقف للسيدة المسنة وخدها ركبها العربية وكده، بعد ما شفت المشهد لقيتها حضناني كده بتقول يا ماما ده بابا ده باين عليه كان طيب قوي. يعني هي كلمة كده يعني تبقى بعد ما تسمعها مش عارف تعيط ولا تضحك عارف، بس الحمد لله ده اللي انا هدفنا. قولي لها كان طيب وكان بطل الحمد لله، وهتفضل طول عمرها عاليه ورافعه راسها عالي، لانه دايما تقول انا بنت احمد المنسي ان شاء الله. مش الحمد لله. قليلين ما عندهمش الشرف ده، قليلين. هتقول انا بنت احمد المنسي في كل حته، في المدرسه وفي الجامعه وفي كل مكان، وتشاور على امير كراره تقول لهم عارفين المسلسل ده؟ ده ابويا. كم واحد عنده الميزه دي؟ الحمد لله والله الحمد لله. احنا وده معناها ان فعلا فعلا اهتمام القوات المسلحه بالعمل ده، وفعلا ذللت كل العقبات خلال فتره التصوير علشان خاطر العمل يطلع بالروعه دي. اهتمام كل حد في طاقم العمل يعني باللي يخصه، باهر ديودار بالسيناريو، الممثلين بالتمثيل، بيتر بالاخراج، شركه الانتاج طبعا بانها تنتج العمل بالضخامه والجمال ده. ده بيقول ان القوات المسلحه طبعا راسهم كلهم بيقول ان هم عملوا كده علشان يخلدوا الهدف، ان هم يخلدوا سيره شهدائهم ويقولوا لبلدهم احنا ما بننساش ولادنا. طبعا السيده منار سليم ارمله الشهيد البطل احمد منسي، احنا كلنا اخواتك واهلك ومش انت بس، انت وكل اهالي الشهداء. وهو ميزه العمل الفني ده ان هو بيقول للناس يا جماعه في شهداء، يا جماعة في حرب، يا جماعة في إرهاب. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي ليكي والأبناء، وربنا يعني دايما يخليكي صبرة وهادية وفخورة بهذا البطل العظيم. حضرتك شكرا ليك. شكرا. شكرا. فن لرسالة، يعني أي حد يقولك هو الفن، لا، فن لرسالة.
لما تكون رسالة كمان محترمة تقدر تحترم وتقدر يعني، بس شيء جميل.